السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين. اليوم سنفعل تحدي فقير ضد غني. لدي هنا اسماء الشخصيات، سنضعها داخل من هذا الوعاء وسنبدأ القرعة الآن. من هو المحظوظ الذي سيكون هو البليونير الغني في لعبة جي تي اي 5، ومن سيء الحظ الذي سيعيش حياة فقير في هذه اللعبة؟ بالنسبة للفقير يا رفاقي، فإن سيكون فقير يعني لن يستطيع العمل ولا فعل أي شيء. الحل الوحيد الذي عليه فعله هو كسب لقمة العيش اليومية فقط لكي يستطيع يا أصدقاء فقط العيش بالأكل. أما بالنسبة لي المأوى، ليس لديها أي مأوى، هو هومليس. الشخص الثاني المتوسط في المعيشة، ذلك هو الشخص الذي سيشتغل من 9 صباحا حتى 6 مساء، وهذا الشخص يا رفاقي الأوفياء على الأقل لديه مدخول شهري يستطيع العيش به. أما بالنسبة للشخص الغني البليونير، هو الشخص الذي لديه أفضل منزل في تاريخ لوس سانتوس، لديه أفضل سيارات سريعة، طائرات خاصة، هيليكوبترز. هذا الشخص فإنه سيكون محظوظ جدا. من سيكون يا رفاقي المحظوظ ومن سيكون الفقير؟ كل هذا والمزيد ستشاهدون في حلقة اليوم. كالعادة لن نظلم أي أحدا، سأقوم بإدخال يدي هنا وسأقوم بتخليطة الأوراق بهذه الطريقة، وبعدها سنقوم بأخذ هاته. أخذت ورقة يا رفاق وسقطت، انتظر وقد قمت بأخذ ورقة أخرى. من هذا؟ واو الشخص الفقير يا رفاقي، فإنه هو فرانكلين. مسكين فرانكلين، هو الشخص الفقير، أمر غير معقول هذا. فرانكلين لم يستطع تحمل الأمر ونزل الأرض، وهو الآن يبكي لأنه سيعيش حياة فقير لا مأوى. فرانكلين كان هو المحظوظ يا أصدقاء في الحلقة السابقة، نهائيا لم يكن فقيرا يا أصدقاء، ودائما يا إما أنه كان يحصل على الأمور المتوسطة أو أنه كان يكون هو الغني. لكن الآن يا رفاق، فإذا سيعيش حياة الفقر، الآن سنكتشف من هو الشخص الذي سيعيش حياة شخص عادي يشتغل من 9 إلى 6 مساء. كالعادة نقوم بخليط الأوراق بهذه الطريقة. جيد، هيا لكي نقوم بأخذ الاسم. واو الشخص الذي سيعيش حياة شخص عادي فإنه هو مايكل. وبقي لنا الشخص الأخير الآن، وهو تريفر يا أصدقاء. صديقنا تريفر فإنه سيعيش حياة الأغنياء. تريفر بعد كل ذلك الحظ سيء جدا الذي حدث له في المقاطع السابقة، اليوم عاد وعاد بقوة وسيعيش يا أصدقاء حياة الأغنياء. لم يسبق لتريفر نهائيا أن عاش حياة الأغنياء في التجربة التي فعلتها، اليوم يا أصدقاء سيعيش حياة الأغنياء. واو تريفر فرحان ويرفخ، مستمتع ومستعد كذلك. فرانكلين المسكين تغيرت حياته من شخص عادي جدا الى شخص فقير، كما تشاهدوا يا صقاء الوفياء. صباح جديد، كان فرانكلين رجل جيد، لكن الان كما تشاهدوا يا رفاق فرانكلين فإنه حزين جدا. ما علينا فعله هو ان علينا البقاء هنا في الشارع، لا مأوى لنا ولا اي شيء، وسنحاول يا رفاق طلب الطعام من هؤلاء. ارجوكم يا ايها الناس، من فضلكم احتاج لدولار واحد، ارجوكم يا صقاء. ولا تنسوا كذلك بان لدينا الخانه على يسار الشاشه، تلك الخانه ببساطه، حصلنا على $4. ليتس جو، $4 يا رفاقي. ساضل اطلب، لا اتم. ارجوكم احتاج لقليل من المال يا ايها الشباب، ارجوكم. هيا، ذلك الشخص كاد ان يموت المسكين. انا شخص فقير، حصلنا على $4 يا رفاقي، يعني اننا نستطيع اكل الطعام الان، شراء طعام على الاقل، شراء برجر او شيء ما. ارجوكم اعطونا قليل من المال يا ايها الناس. ربحنا $1 مره اخرى يا اصدقاء، وهذا شيء مميز جدا. الآن لدينا $5 يا أصدقائي. ضوء الأحمر، أتوقع بأنني سأذهب الآن وسأقوم بمساعدة الشباب. يا أيها الناس أرجوك يا صديقي أرجوك، أحتاج لقليل من المال فقط. هل تريد مني أن أنظف لك النافذة؟ لا تقلق سأفعلها. حسنا يا رفيقي، نقوم بتنظيف نافذتك يا صديقي، أرجوك أعطيني فقط شيء. هو ينظر لي الآن، لم يعطيني أي شيء هذا الشخص يا رفاقي. أحتاج للطعام يا صديق. أوه، هذا لديه سيارة مميزة، هذا سأقوم بتنظيف نافذتها صديقي أرجوك. لا ليس ذاك، نظف نافذة هذا. شاهدوا يا صقاء، نحن نقوم بتنظيف الآن الهواء، لم يعطيني أي شيء صراحة ذلك الشخص، أمر غريب هذا. أحد الشباب المساكين لقد أعطي 2 من البرجرز، أكلت واحد وبقي واحد. شكرا لك صراحة يا صديقي وذهب، لست متأكد إلى أين ذهب بالضبط، لكننا أكلنا برجر الآن، على الأقل رفعنا قليلا الهيلت. صديقي سأنظف لك الزجاج، أرجوك أعطيني $1 فقط يا رفيقي. شاهدوا هو ينظر لي الآن، أرجوك $1، ممتاز، أعطيت $3. شكرا لك يا صديقي صراحة، أنا ممتن لك. أرجوكم يا أيها الناس، فقط أرموا لي الدولارات، نحتاج للقليل فقط من الأموال لكي نأكل اليوم. الفود بدأ ينزل، على الأقل لدينا برجر آخر ترك لنا صديقنا هناك. أوه $1، ليتس جو، حصلنا على $1 فقط بالوقوف هكذا يا رفاق، هذا شيء مميز جدا. الناس فإنهم يرمون لنا الأموال إذا أحسوا بنا بالفعل بأننا فقراء، لكن حقيقة يا أيها الناس نحن فقراء. شاهدوا بالكاد يستطيع صديقنا فرانكي التحرك لأنه لا يحصل على الكثير من الكالوريز. ما سنفعل الآن هو أننا سنقوم بأكل هذا البرجر هنا، نقوم برفع شيئا من الفود لكي لا نموت، وبعدها سنذهب لاحد المحلات. لقد قمنا بجمع ما يقارب $12 فقط، نشتري يا رفاق هذا البرجر على الاقل فابن لذيذ. هيا اكله، الحمد لله اكلناه يا اصدقاء، رفع لنا شيئا من الهيلث فقط.
لكن يا رفاقي سنحتاج لكي نقوم بشراء شيء ما. لدينا ما يقارب الآن $12 على ما أعتقد. سنذهب وسنرى صديقي. أرجوك يا رفيقي ارمي لي دولار واحد فقط. واو رمى لي دولار. ليتس جو. لقد سمع الكلام صراحة ذلك الشخص. تحياتي لك. وصلنا لأقرب محل. أتمنى أن لديه السلع رخيصة شيئا ما لكي نشتري. لدينا ما يقارب $17 الآن. سنرى ماذا نستطيع الشراء بهاتي $17. الاقتصاد نزل الحضيض مع الأسف. جميع الأمور أصبحت غالية الآن على شخص فقير مثلي. واو الماء لوحده $5. سنشتري قنينة ماء واحدة. أحتاج لي واحدة فقط. ليست لدي الكثير من الأموال يا صديقي. بقيت لنا الآن $12 فقط. ماذا سنشتري بالضبط؟ اشترينا الماء فقط. الآن سنأتي هنا يا رفاق الأوفياء لكي نقوم بشراء الأكل. نتعشى به إن شاء الله اليوم بالليل. الساندويتش $7. الهوت دوغ 5. أرخص وجبة عندكم. ليس لدي الكثير من المال. نعم سنشتري 2 من الهوت دوغز واستبق لنا $2 يا أصدقاء. مع الأسف يا شباب هذا ما سيحدث إذا كنتم فقيرين بالفعل في هذه اللعبة يا أصدقاء الأوفياء. مشكل. بقيت لنا الآن $2 فقط. انتهينا من العمل. بقيت لنا $2 الآن. غدا صباحا يجب علينا الذهاب مرة أخرى محاولة تنظيف السيارات الخاصة بالناس وطلب المال. هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع يا أصدقاء ربح الأموال لكي نستطيع العيش. لا منزل لنا لا مأوى. لكننا سيطرنا على الأقل على هذا المكان حتى إذا تساقطت الشتاء في الليل فإنها لن تؤدينا. لأن يجب علي التدفئة يا أصدقاء لأن في الليل يكون هناك برد قارس. نتدفأ قليلا نأخذ القليل من الراحة يا أصدقاء. وسأقوم بأكل الآن ذلك البرجر الذي بقي. نشرب قليلا الماء وننام حتى غدا صباحا إن شاء الله في أحد هذه الخيامنا. هذه هي حياة الشخص الفقير في لعبة GTA 5. الآن هي لكي نعيش حياة شخص يشتغل من 9 حتى 6 مساء. وهذا كان من حظ صديقنا مايكل. صباح مميز ورائع صديقي مايكل. هيا استيقظ. مرحبا بكم في منزلنا البسيط. نحن نشتغل أصدقاء من 9 حتى 6 مساء. لدينا عملنا الخاص بنا بدون أن نضيع الوقت. هي لكي نبدأ العمل. مرحبا بكم يا رفاقي. هوت دوغ تايم. ماذا تريد يا صديقي؟ كاسم أوردر A hot sausage and a pack of nuts. Let's go. لكن لازلت لم أفتح بعد المحل يا صديقي. يجب علي الذهاب الآن للمحل وشراء جميع الأمور التي أحتاجها وبعدها سنفتح إن شاء الله. يمكنك الانتظار هناك إذا أردت أو يمكنك الذهاب حتى تقوم بالعودة. هل فهمت؟ لازلنا بعد لم نبدأ العمل يا رفيقي. سأقوم بصناعة هوت دوغ لنفسي من أجل لكي أكله لأمني أنا كذلك يجب علي أن أفطر. بعدها سنذهب على السريع للمحل نقوم بشراء جميع الأمور التي نحتاجها وحينها سنبدأ العمل. جئت عند صديقي الذي يشتغل هنا في محل LTD غازولين. هذا الشخص فإنه يفعل معي الكثير من التخفيضات. لهذا السبب أقوم بشراء السلع التي أحتاجها من عنده. سنقوم بشراء أصدقاء سوجز باكس. نقوم بشراء الباكت بانز. نقوم بشراء كل شيء يا أصدقائي الأوفياء الذي سنحتاجه وبعدها سنذهب لكي نبدأ العمل. مرحبا بكم يا أيها الناشد. هذا الشخص كذلك يعيش حياة صديقنا المسكين. هذا الشخص كذلك فإنه يطلب يا رفاق لكن جاء. ماذا تريد يا رفيقي؟ الهوت سوسج إند أ باك أوف ناتس. ليتس جو. سنقوم الآن بفعل الكوكين. نبدأ الطهو. بريبير هوت سوسج. يا سلام أحسنت يا صديقي. نحن بدأنا عملية الطهو الآن. جيد الأمور فإنها مميزة. تريد الهوت سوسج؟ حسنا يا رفيقي. والهوت سوسج تم طهوه يا صديقي. صديقي كيف حالك؟ ماذا تريد يا رفيقي؟ هوت سوسج. ليتس جو. سنقوم بإعطائه الهوت سوسج. ممتاز لأنني قمت بطهوها أصلا. مرحبا بالشباب. ماذا تريدون؟ لدينا جميع السلع. لدينا كل شيء أصدقاء. يمكنني رؤية الثلاجة إذا لازلت أتذكر. يمكنك اكتشاف ما هي السلع الموجودة لدينا. صديقي ماذا تريد يا رفيقي؟ الهوت دوغ. اوكي بوم موجود لدي الهوت دوغ في الثلاجه. هي الثلاجه. ركزتم. لدينا الهوت دوغ. لدينا جميع الامور يا اصدقاء. نات صودا كل شيء موجود لدينا لحد الان. يمكنني الطهوه كذلك. يا ايتها الانسه تريد الشراء؟ ممتاز. ليتس جو. ماذا تريدين بالضبط؟ حسنا يا ايتها الانسه انتظري قليلا ساحاول طهو لك الهوت دوغ. هو الهوت دوغ. ممتاز تم طهوه. بوم $5 يا حبيبي. ليتس جو. اصبحت لدي الان 333. هيا هوت دوغ هوت دوغ. اكلات لذيذة هنا عند مايكل دي سانتا افضل طباخين في التاريخ. ماذا تريدين يا ايتها الانسة؟ هوت دوغ. ليتس جو. والهوت دوغ موجود. سنحاول الطهو الان يا رفاق. سنقوم بطهو الهوت دوغز. نقوم بطهو 3 من الهوت دوغز. نقوم بطهو 3 من الهوت سوسيج. الصوصيت الساخن اللذيذ. نقوم بطهو كذلك البريتزلز. يس بيبي يس بيبي. ماذا تريد يا صديقي؟ الهوت سوسج موجودة. خذ يا رفيقي
نلتقي لاحقا. أنا أطهو، الشباب يأتون، نبيع لهم، نربح الأموال، وهذه هي الحياة السعيدة جدا. أحسنت يا صديق مايكل، أنيميشن عندك فإنها سيئة لكن العمل فإنها مميز. ماذا تريد يا رفيقي؟ قد قمت بطهو جميع الأشياء، الهوت دوغ والصودا موجودة، 6 دولارات يا حبيبي، شاهد الثلاجة لدينا 9 كل شيء موجود يا صديقي، هي اللي كاين نستمر في العمل. اي ماذا تريد؟ تحتاج الهوت صوص ناقص موجودة، ليتس جو، نستمر نحو في الطهو يا أصدقاء. لهذا السبب ستلاحظ تلك الخانة هناك على اليمين تمتلئ، يعني أني أقوم بالطهو في هذه الأثناء. شاهدوا يا رفاق، لقد طهوت الكثير والكثير من الأمور، نقوم بوضعها عندنا. الهوت بريتزل يتأخر كثيرا في الطهو، ماذا تريد يا رفيقي؟ كل شيء موجود، الهوت بريتزل ليتس جو، 8 دولارات يا حبيبي. انتهينا من الطهو، الآن لدينا جميع السلع التي نحتاجها، ها هي موجودة. لدينا ثلاجة تقوم يا رفاق بتبريد الصودا وتلك الأشياء، والثلاجة الأخرى فإنها تحتفظ على حرارة الأشياء. هذا الشخص بادينا، هذا سيأتي عندنا، سيأتي لكي يأكلنا، سنربح المال، هاته يا حياة الشخص متوسط الدخل. ماذا تريد يا رفيقي؟ هوت دوغ ليتس جو. لم يأتي، لا ظلمته، بادين، توقعت بأنه سيأتي لكن لم يأتي، ذلك الشخص ممكن أنه يفعل الريجيم في هذه الأمن. ماذا تريد يا رفيقي؟ لدينا هوت دوغ، هوت سوسج، ليتس جو، 6 دولارات يا صديقي، كل شيء موجود عندنا يا رفاق، جميع السلع اشترينا. سننتهي من العمل حين الوصول للهدف، هدفنا اليوم هو الوصول ل 400 دولار. تعالوا يا أيها الناس، كل شيء موجود، زلت 8 من الهوت دوغ، يس، سكول بريتز يا حبيبي، اقتربنا من الوصول ل 400 دولار، يا أيها الناس تعالوا، بيديسريانز، تعال يا صديقي، شم الرائحة، شم الرائحة وجه، ماذا تريد؟ ليتس جو، 8 دولارات، المال الحلال يا صديقي، اشترينا السلع، قمنا بالطهو يا حبيبي. الآلة الخاصة بنا هنا فإنها نظيفة جدا، دائما نقوم بتنظيفها. ماذا تريد يا صديقي؟ Let's go. أتمنى فقط ألا يأتي القائد لكي يقوم بطردي من هذا المكان، لأن ممنوع علي يا رفاق البيع هنا، لا أقوم بدفع الضرائب للدولة، ممكن أن يأتوا ويطردوني، لكن نستغل الفرصة إذا رأيت القائد بأنه جاء والسلطات بوم نهرب. هيا ماذا تريد يا رفيقي؟ ها افضل هوت دوغز موجود عندنا هون، تريد الهوت سوسج؟ ليتس جو، تيك ذا سوسج، 400. انتهينا من العمل يا رفاقي الاوفياء، صديقي مايكل تحياتي لك، الان سنعيش حياه الغني. من هو الغني؟ هو تريفر، الغير محظوظ، اليوم اصبح محظوظ. ومرحبا بكم في الفولت الخاصه بتريفر البليونير. الحراسه بطبيعه الحال فانها مشدده جدا على المكان. هذه القطعة الذهبية خاصة بصديقنا تريفر، قطعه الذهبية كذلك يا أصدقائي كما تشاهدون. أما بالنسبة للأموال حدث ولا حرج، هؤلاء فإنهم هم حراس صديقنا تريفر، المسؤولون عن الأموال الطائلة الخاصة بتريفر. بما أن تريفر لديه هذه الأموال وهذه القطعة الذهبية الكبيرة جدا، ثمن القطعة الواحدة 250,000 دولار، من الضروري عليه وضع أمواله يا رفاقي في البنك لكي يحمي أموالها بطبيعة الحال، وفي نفس الوقت فإنه يساعد البنك في استثماراته، ولديه الكثير وكثير من الاستثمارات. ولن تصدقوا المنزل الذي يسكن فيه صديقنا تريفر. أما من ناحية الأكل والطعام لا مشكل، بوم يا أصدقاء شاهدوا يا رفاقي كم لديه من أنواع المأكولات هنا، يستطيع أكلها ويستطيع رفع الهيلث الخاصة به. في الماء هو يشرب العصير يا رفاقي، مكان الماء لا يحتاج تلك الأشياء. حسنا اعتنوا بأنفسكم، نلتقي لاحقا يا أيها الحراس. وهو تريفر يا رفاقي خرج من الباك، الباك تركناه بالخلف منا، لدينا سائق خاص بنا يا أصدقاء لا نحتاج لفعل لأي شيء. يا سلام، واو، ليموزي، حياة الأغنياء يا صديقي، هل تحسون بحياة الأغنياء؟ تريفر أنت محظوظ يا صديقي، كان علينا استدعاء فرانكلين وصديقنا مايكل لكي يجلس معي، لكن ليس باليد حيلة. تحدي اليوم يا رفاق فإبنه هو تحدي الأغنياء تريفر، كل شيء ما يا تريفر، أيه، أشرب الماء، أكل البيتزا، استمتع بوقتك يا صديقي تريفر، لديك الأموال، قطع الذهب في البنك، جميع الأشياء التي يحتاجها الناس في الحياة موجودة عند تريفر بدون أن يحتاج تريفر للعمل. تريفر عندما يستيقظ فإنه يستمتع بالحياة، يذوق لذة الحياة، يذهب يقوم بفعل النشاطات، يزور البنك، يشاهد أمواله الطائلة. صديقنا فإنه يحترم قوانين السير بطبيعة الحال السائق، هذا كله من أجلنا ليس من في إمكاني الآن تحدي يا رفاق الضوء الأحمر والذهب، لكن بطبيعة الحال نحترم القوانين من أجل أنفسنا كي نفعل لا نفعل حادثة سير، ولكي لا نتأذى بطبيعة الحال، وهي لكي نتجه نحو الفيلا لكي أظهر لكم الفيلا الخاصة بنا يا رفاق الأوفياء. ستندهشون كثيرا عندما ستشاهدون هذه الفيلا الخاصة بتريفر فيليبس إندستريز. ونحن اقتربنا أخيرا من الوصول يا رفاقي لمنزلنا الرائع والمميز، سأقوم بإظهاره لكم وستندهشون بطبيعة الحال من حياة الأغنياء.
صديقنا تريفر فيليبس اندستريز. عليك استدعاء صديقي كارون. صراحه يا صديقي تريفر لك ها نحن لقد وصلنا ياتي الفيلا يا رفعه. احسنت يا السائق. ليتس جو. فتح الباب ومرحبا بكم في قصر تريفر فيليبس اندستريز. تحياتي لك يا صديقي السائق. السائق الان ما سيفعله هو ان سيذهب سيقوم بتنظيف قليلا هاته الليموزين. هنا مباشره بعد الدخول يا رفاق لدينا جراجان. انتظروا اولا ساعطي لكم. هذا هو الجراج الاول يفتح كذلك بطريقه خطيره جدا. لدينا الحارس هنا يستحيل ان يدخل اي شخص لا نعرفه. الباب الثاني من هنا دخلنا يا اصدقاء. صديقنا ركن السيارة هناك. مرحبا بكم مباشرة بعد الدخول. لدينا عدد هائل جدا من الجراجات كما تشاهدون يا رفاق. هذا وهذا جراج اخر هنا في هذه الضفة. سيارة الخصبي لا زال لم يتم بعد احضارها لي لكنهم سيقومون باحضارها يا اصدقاء. شاهدوا الديكورات وتلك الاشياء المميزة. البيبان شاهدوا كيف تفتح البيبان. تكنولوجيا هنا الدولار. تريفر فيليبس طرحت عليه ان يكون مكان صورة ذلك الشخص جورج واشنطن اذا لازلت اتذكر. هنا ماذا يوجد لا اعرف لان واو منطقة غسيل الملابس. ذلك المكان ليس هو مكان. ذلك المكان هو مكان الخدم بطبيعة الحال. واو البيرو الخاص بصديقنا تريفر فيليبس اندستريز بالاضافة للناس الاصدقاء اصدقاء العائلة كما تشاهدون. نأتي الان لهذه الضفة. اولئك ليسوا اصدقاء العائلة هم اصدقاء الجيب. هم يشتغلون معنا بطبيعة الحال. هنا حمام. حمام كبير جدا بهذه الضفة. البيبان كيف تفتح يا سلام. لا لا الحياة الحياة يا صديقي. شيء صديقنا هذا كذلك فإنه يشتغل معنا. إذا جئنا لهذه الضفة راقبوا المنظر. واو المنظر الخطير يا حبيب. يا سلام لا يمكن شيء ما هذا يا رفاقي. الحياة فإنها حياة الأغنياء. إذا كانت لديكم أموال مثل تريفر فهذا ما سيحدث ببساطة. راقبوا هنا المسبح الجاكوزي. الجاكوزي بالقرب من المسبح. المانا شيء المدينة كلها نستطيع رؤيتها يا أصدقاء. لا أريد الدخول الآن في الماء لكي لا تتبلل الملابس الخاصة بي. شيء دول المناظر. شيء دول ما هذا. ما هذه الحياة يا صديقي. جنة فوق الأرض. يا سلام. هنا المطبخ. مطبخ فإنه كبير وعملاق. هل سنك شيء فقط بهذا فحسب؟ لا بل سنصعد للطبق العلوي بطبيعة الحال. شيء الشامبينز وقم بشراء هذا من عند الفراعنة رغم أنه يا رفاق تراث وثمنه غالي جدا لكن تريفر قام بشرائه ووضعه هنا. واو يمكننا النزول للأسفل كذلك. واو منطقة تدريبات. يا سلام شيش. يا للروعة. واو البلياردو. واو البولينج. هنا الخادمة. لا اوفر باورد قاعة سينما. اوفر باورد يا صديقي تريفر. هذا اليوم يا رفاقي لقد فاز تريفر بالقرعة وهو محظوظ جدا. تخيلوا كل هذا الخير لدى تريفر الان. لا يمكن هذا يا اصدقاء. لا مشاكل لديه نهايا. نحن هم الذين يعيشون في المشاكل يا اصدقاء ونشتغل بالليل والنهار لكي نستطيع نشر مقاطع مثل هذه ونربح دراهم معدودة يا رفاقي. وتريفر شاهدوا ويعيش حياة الرفاهية. ليست لديه أي مشاكل في الحياة. شاهدوا يا رفاقي هنا الرخام. في أي منطقة ذهبتم ستجدون يا رفاق لديه التلفاز عنده نتفليكس عنده الايتونز عنده كل شيء. وهو فعل السبسكريبشن في جميع تلك المواقع بدون اهتمام لأن لديه الأموال البطاقة البنكية ممتلئة. عدد هائل جدا من الملابس وانا متاكد بان تلك الملابس فانها لا يرتديها. شاهدوا لي زيز. واو بالاضافه للديكورات ديكور الاسد. الاسد مع الخرفان. بالفعل هذا سيصبح حقيقه يا اصدقاء في نهايه العالم بعد نزول عيسى بن مريم. تخيلوا الاسد من كثره الخيار المنتشر فانه يمر بالقرب من الغزاله ولا ياكلها. اناذر لافل. هذا مستوى اخر هذا من المعيشه ليس المستوى الذي تعودنا. ولا زال هناك طبق اخر. كيف سنستطيع الصعود اصلا لذلك الطبق؟ اين هي طريق الصعود اصلا؟ لقد دخت وانا متاكد بان ستكون هناك اماكن اخرى يا اصدقاء لن نستطيع رؤيتها في هذا المقطع. انا متاكد ببساطه بسبب حجم هذه الفيلا او هذا القصر. هذا ساسميه قصر. هذا ليس فيلا عاديه. جي تي اي 5 ليتس جو بيبي. اتساءل الان اين هو السلم لكي نستطيع الصعود للفوق. هذا ما علي البحث. اوه مزيد من الغرف هنا. شاهدوا يطلون يرفق على منطقه منظر خطير هذا وعلى الجبل. لديه كذلك منطقه الهليكوبتر. حياه الرفاهيات. لم يسبق لي ان رايت اصدقاء منزل مثل هذا في جي تي اي 5. انا عن نفسي متفاجئ. لا تنسوا اذا اعجبكم لايك للمقطع نشره مع اصدقائكم. شاهدوا كرسي الخاص بالجيمرز. عدد الفتيات هنا هائل. الناس يستمتعون. اتساءل كيف سنستطيع الصعود للفوق. بعد مدة طويلة من التجول اكتشفت اخيرا الطريق. يجب علينا اكل الطعام يا صديقي. لديك الطعام يا صديقي تريفر لا ننسى. فقط اكله. كل شيء موجود لدي. ماذا سنحتاج؟ الفيري بيج برجر. ليتس جو. ها من هنا يا رفاق يمكنكم الصعود للفوق. اذا ركزتم لدينا سلم في هذه الضفة نستطيع الصعود هكذا. وبهذا فاننا سنصل اخيرا للقمة. لدينا هنا الهليكوبتر الخاصة بالاغنياء. يمكن لتريفر اخذها. ولدينا هنا رادار على ما اعتقد. بس متأكد
في الأشياء فإنها كبيرة عليه. صديقنا كذلك الذي يحرس الدايموند كازينو فإنه يشتغل مع تريفر، لأن تريفر أصبح هو مالك عفوا الدايموند كازينو، وهم الفتيات الذين يشتغلون في الكازينو. ويا سلام، لا لا شيء خطير، شيء شيء. الآن سنأتي لهذه الضفة وسنكتشف ماذا يوجد بالضبط. الباب فتح، واو واو، غرفة لعب الباسكت بول يا صديقي، يا سلام، مايكل جوردن صورة شو. لا لا هذا خطير، سنقوم بأخذ الهليكوبتر الآن يا أصدقاء، وسننظر لهاتي الفيلا، هاتي الماستر بيس، هذا القصر سأسميه قصر يا صديقي، سأسميه مانش ليست فيلا، لأنه صراحة خطير. شاهدوا يا رفاقي يعني كيف يضارون، واو واو خطير يا رفاقي يعني. شاهدوا المناظر الخلابة، يا سلام يا للروعة. الكراجات لدينا كذلك غرفة في الأسفل وغرفة في الفوق، وشاهدوا البناية كيف هي، البناية في منطقة خاصة فقط بالأغنياء، تريفر فيليبس إندستريز، ذلك هو المنزل الخاص به، منزل مميز جدا ورائع. وعلى هذا يا رفاقي سأودعكم، تعجبكم حلقة اليوم فضلا منكم دعموا الضغط على زر لايك وشاهدوا مقطع مع أصدقائكم. حتى ذلك الحين أنا معكم ياسم، وياكم الله ولي الأصدقاء وديان، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام. شكر خاص للداعمين المميزين في القناة، أنت كذلك يمكنك الانضمام للشباب وستكون ضمن المحظوظين الذين سيتم ذكر أسمائهم في آخر كل مقطع. مين؟ جيمر محمد الحربي، إلياس الدحماني.